솔직히! قبل ما ابدا حابه اعرفكم ان ده هيكون الجزء الاول من مسلسل What's Wrong with Secretary Cam، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك بقيه الاجزاء اللي جايه. وبدون ما اطول عليكم صلي على النبي ويلا بينا نبدا العظمه بتاعه النهارده. بيبدا مسلسلنا مع جون الشاب اللي مفيش منه اتنين وشايف نفسه على كل الناس لانه اشطر واحد واصغر شاب حقق نجاح في مجاله، بس بيكون مغرور جدا واناني لدرجه كبيره. دي بقى كيم السكرتيره بتاعته اللي مسؤوله عن كل حاجة في مكتبه وكمان حياته الشخصية، لدرجة ان هي اللي بتنظم لبسه لكل اجتماع، وبيظهر ان جون مطلع عينيها في الشغل ومجرجرها وراه في كل مكان. بنعرف ان كيم شاطرة جدا في شغلها معاه ومحدش زيها بيقدر يفهم جون. بيروح بالليل حفلة وبتفضل كيم جنبه علشان تعرفه اسم كل شخص بيقابله لانه ما يعرفهمش. كمان لما بيقابل حبيبته اللي بتسأله لو في حاجة متغيرة فيها، فبتشاور له كيم على العقد اللي على رقبتها، وبيظهر ان كل البنات معجبة بجون اللي معجب بنفسه بس. بعد الحفلة جون بيكون راجع من الحفلة مع كيم اللي عايزة تقوله حاجة، بس هو مش مديها فرصة تتكلم علشان عمال يشكر في نفسه، بس هي بتصدمه انها عايزة تستقيل وبيفكرها بتهزر وبيعدي الموضوع. تاني يوم في الشركة المدير جونج بيعرف الكل ان كيم هتستقيل، بس محدش بيصدقه الا لما كيم بتوصل وبتأكد الخبر، والكل بيستغرب ليه هي هتمشي وصاحبتها الوطين ما بيصدقوا، وكل واحدة منهم بتبقى عايزاها تختارها بدلها. بتروح بعدها كيم تودي القهوة لجون اللي بيسألها لو اللي قالته امبارح كان جد، فبتقول له ايوه، وهي بدات تدور على بنت بدلها. بتخرج على مكتبها وبيروح لها جون وبيقول لها انه رايح يتغدى مع عيلته وهي هتروح معاه. بتخرج كيم مع اخواتها يتغدوا وبتعرفهم انها تستقيل بعد ما خلاص سددت الدين بتاعهم، بس بيجي لها اتصال من جون بيطلب منها تقابله فورا. هي بتتضايق بس مضطره تروح. بتوصل كيم في الميعاد بعد ما نفسها اتقطع من الجري، وبعد ما بيركبوا العربيه كيم بتسال جون اشمعنى المره دي واخدها معاه، بس بيكون رد فعله غريب وبيقول لها هي حاجه محرجه فعلا. بيوصلوا للبيت وبترحب بيها عيلة جون اللي بيظهر انهم كويسين. بيقعدوا يتغدوا وبيعاملوا كيم بطريقة كويسة جدا. بعد الغدا جون بيقعد مع باباه وبيعرفه الشغل ماشي ازاي، بس هو بيقوله انا عايز اجوزك واشوف احفادي، بس جون بيزوغ منه وبيقوله لسه بدري. اما كيم والدة جون بتستلمها وبتهريها اسئلة عن ابنها اللي عايزة تطمن عليه لانها عايزة تجوزه، بس هو مش بيحب الستات، وبتطمن من كيم انه بخير وليه في الستات. اليوم بيخلص وجون بيسأل كيم لو حست انها اخدت اهتمام وهتلغي استقالتها، بس هي بتقول له انها لسه عند رايها وهتمشي برضه. بيرجع جون لبارك وبيقول له ان خطته الاولى فشلت علشان يخلي كيم ما تمشيش، فبيساله ممكن يكون عمل حاجه زعلتها وهو مش واخد باله. فبيفتكر ان كيم عيطت في حفله امبارح بعد ما جابت ورد لجوا حبيبته الجديده، وبيفتكر جون ان كيم بتحبه علشان كده هتسيب الشغل، وبيقرر يقطع علاقته بحبيبته ويصاحبها هي، بس كيم اصلا عندها حساسيه من الورد وعلشان كده دمعت. بعدها بيتصل جون بيها وبيطلب منها تقابله علشان تروح له البيت، وبتلاقيه جايب لها ورد وهي بتفضل تعطس بسببه، وبتحطه في شنطة العربية وبترجع تاني تسوق بجون اللي بيقول لها انه هيسيب جوا، وهي بتقول له برافو عليك واصلا الموضوع مش هاممها، بس جون بيقول لها خدي بكرة اجازة علشان ترتاحي، بس بقي تعالي مقابلة الوفد وخلاص. بتفرح كيم لان بقالها كتير ما اخدتش اجازات. تاني يوم بتصحى كيم وهي مبسوطة ونشيطة لانها اول مرة تنام براحتها. بعدها بتلبس وتروح على الشركة علشان الاجتماع، اما جون بيكون لسه مش فاهم ليه كيم مصر على الاستقالة حتى بعد ما قال لها انه هيسيب جوا. فبيساله بارك انت ليه مهتم بيها كده، فبيعرفه ان هي الوحيده اللي بيثق فيها لان جون عنده عقده ثقه من ناحيه الستات، وهنعرف ليه الحلقات الجايه. بتوصل كيم للشغل وبيروح لها جون اللي بيسالها ليه عايزه تسيب الشغل، بس مش بترد. بعدها بيقعدوا مع البنت اللي جايه تتقدم لمنصب كيم، وبيوافق عليها جون بسرعه عند في كيم، بس بيقول لها انها لازم تخليها نسخه منها قبل ما تسيب الشغل. بتروح كيم تدفع اخر قسط في كارد باباها وبترجع بيتها تنظمه. بتلاقي بعدها الباب بيخبط وبيطلع جون وهي مش بتكون مصدقه ان هو اللي على الباب. بيطلب منها يتكلم معاها بره وبتخرج له. بيسالها ايه السبب اللي يخليها تسيبه بعد شغل سوا 9 سنين. بتقول له انها ضيعت عمرها في الشغل ونفسها تتجوز وتكون اسره لانها مش حابه لما تكبر تفضل وحيده ومحدش يرعاها. جون بيصدمها وبيقول لها لو الجواز مش هيخليك تسيب الشغل انا هتنزل واتجوزك، بس هي بتقول له انه مش نوعها المفضل. بيرجع جون لبارك وبيحكي له اللي كيم عملته معاه لما عرض عليها تتجوزه،
فضحك عليه لأنها فكرته سكران، وهو كمان كان متسرع لأن مفيش حد بيطلب الجواز بالطريقة دي، بس غرور جون ما خلهوش يفكر إنها مش بتحبه. أما كيم بتبقى قاعدة في بيتها مصدومة من اللي حصل، وساعتها بيخبط باب كيم وبتكون واحدة من عشيقات جون جاية تدور عليه عندها لأنها شافته طالع البيت عندها، وقالت لكيم إنه مش بيرد عليها، بس هي بتقولها ريحي نفسك هو مش هنا ومفيش بينا أي علاقة، وكمان هو مش بيحبني ولا حتى بيحبك وبيلعب بيكي أنت وغيرك. بس البنت مش بتبقى مصدقاها، لكن كيم بتثبت لها إن كل ليلة بيغير بنت، وبتعرفها إن جون مغرور لدرجة إنه مش بتعجبه ولا بنت يقع في حبها، وقعدوا الاتنين بعدها ينموا على جون. وبتعرفها كيم إنه مغرور لدرجة إنه فاكر إن كل الناس عارفاه، حتى أول مرة شافته محاولش يقول اسمه، هو بصلها بس على أساس إنها تعرفه. بس البنت برضو بتكون لسه مبهورة بيه رغم كل اللي كيم قالته لها. في الوقت ده بيكون مع بارك اللي بيقوله لازم يوقع البنت في حبه الأول، بس هو بيقوله إنه مش محتاج يحبها، بس هو عايزها تفضل في الشغل لأنها مثالية بالنسبة له، وهو خلاص لقى الطريقة اللي يوقعها بيها. تاني يوم بتوصل كيم ومعاها يونج المتدربة الجديدة، وبتعرفها على كل اللي في المكتب بما فيهم يانج اللي مش طايقاها لأنها كانت عايزة تاخد مكانها. كيم بتقعد بعدها مع يونج وبتعرفها نظام الشغل، وبتنبهر يونج من ترتيب كيم، وبتقول لها إنها أكيد كانت مثالية زي دلوقتي، بس كيم بتقول لها إن زمان كانت بتغلط وبتفتكر أول مرة غلطت فيها جون عمل فيها إيه، وفضل يزعق لها كتير لدرجة إنها انفجرت فيه وقالت له إنها هتسيب الشغل، بس بعدها رجعت ندمت علشان محتاجة الشغل لأن باباها مديون، علشان كده رجعت لجون واعتذرت له ورجعها الشغل مرة تانية. وبعدها فضلت تشتغل على نفسها علشان تبقى مثالية. بتروح كيم علشان تطلب من جون أجازة، بس هو بيتلكك علشان ما يخليهاش تمشي، بس هي بتقوله إنها مخلصة كل حاجة ومواعيده مترتبة، فبيسمح لها تخرج بقية اليوم. جون بيروح يقعد مع بارك وبيسأله يعمل إيه مع كيم لأنها لسه مصممة على الاستقالة، فبيقوله بارك إنه لازم يعرف احتياجاتها علشان يقرب منها، يعني يخرجها في مكان حلو، يجيب لها هدية بتحبها، حاجات من دي. في المكتب بنعرف إن الموظفين هيخرجوا كلهم علشان يتعشوا سوا، وكيم هتروح معاهم بعد ما ميعادها اتلغى. الكل بيخرج بالليل وبيكونوا سهرانين، بس بيتفاجئوا بجون جاي يقعد معاهم، وبعد ما كانوا قاعدين براحتهم هو بيعكنن عليهم القعدة لدرجة إن كيم بتقوله يمشي لأن المكان ده مش من مقامه، بس هو بيفضل قاعد حتى إنه بيروح معاهم لصالة الكاريوكي. واليوم بيخلص وجون بيوصل كيم لبيتها وبيطلب منها إنهم يخرجوا سوا، بس هي بتقوله معلش أصلك مش نوعي المفضل. بيتضايق جون وبيفضل واقف تحت بيتها وبيبعت لها رسالة يسألها عن نوعها المفضل في الرجالة، فبتقوله إنه نوعها المفضل لازم يكون شاب مش مغرور زيه ومش متحكم زيه ويحبها ويكون مخلص ومشغول بيها، وكل الصفات دي مش فيه طبعا. بيرد عليها جون إن الاتنين اللي ممكن يثق فيهم هي وأخوه، بس كيم مش بتكون فاهمة رسالته وبترد عليها بقلب بالغلط. بيصحى جون كالعادة من نومه على الكابوس اللي بيشوفه كل يوم، بيخرج يلبس علشان ينزل الشغل، وبيفتكر كيم لما كانت بتربط له الكرافتة بتاعته، فبيسيب الكرافتة علشان لما تروح الشغل تربطها له. تاني يوم بتكون كيم على مكتبها وبتسأل المدير جونج لو شاف أخو جون قبل كده، بس هو بيقول لها إنه من يوم ما توظف جون اللي مسك الشغل، حتى إن الابن الكبير اللي هو أخو جون اسمه مش في مجلس الإدارة. بيوصل جون الشركة وبيدخل مكتبه وبتلاحظ كيم إنه مش لابس كرافات، فبتروح علشان تلبسه واحدة، بس هو بيعاملها وحش وبيقول لها إن من النهاردة يونج اللي هتعمل كل ده. وبعد ما عرف رأيها فيه وإنه مغرور وأناني، عرف إنه ما يقدرش ياخد كل حاجة، وبيقول لها علمي كل حاجة ليونج وفي نص الشهر امشي. بيبدأ اليوم يمشي عادي، بس كيم بتكون متضايقة لأن جون بيعاملها بطريقة رخمة، حتى إنه لما سأل عن معلومات البرنامج سأل يونج مش كيم، بس لما لقاها مش عارفة عاتب كيم لأنها مش بتعلمها بسرعة، حتى إنه لما بيروح المكتب كيم بتروح له بس هو بيقول لها تبعت يونج، فبتحاول إنها تصالحه علشان الكلام اللي قالته امبارح، بس هو قال لها إنهم في الشغل وده مش مكان الكلام ده. بتخرج وبتبعت له يونج وهي مش طايقة نفسها، وكمان هو بيقفل الستار علشان يضايقها أكتر وما تشوفهمش. بيطلب جون من يونج إنها تساعد كيم في شغلها وتعمل نفسها إنها بتتعلم منها. بنشوف كيم وهي مع أصحابها اللي متجمعين مع صاحبتهم اللي هتتجوز كمان أسبوع، وبيوزع عليهم المطعم استبيان علشان يعرفوا كل واحدة نفسها حبيبها يكون مميز بإيه. بيطلع إن اللي موزع الاستبيان ده علشان يعرف إيه اللي كيم بتحبه علشان يعمله لها. كيم بترجع بيتها وبتنظف شوية وبتقرأ المذكرات اللي كانت من أخوها وبتقرر إنها تدور عليه، وبيجي لها اتصال من بارك بيطلب منها تقابله في مدينة الملاهي، فبتروح كيم فعلا، بس بتتفاجئ إن جون هو اللي جاي مش بارك، فبتسأله أنت جاي ليه؟ فبيقول لها إن هو اللي طلبها بس خلى بارك يكلمها علشان لو هو اللي اتصل بيها ما كانتش هترضى تيجي، وبيقول لها تعالي ورايا، بس هي بتعرفه إن مدينة الملاهي مقفولة، لكن هو بيقول لها مش معايا أنا الكلام ده، وبتتفاجئ إن جون شغل كل الألعاب وبيخليها تلعب كل الألعاب اللي في الملاهي لحد ما بيقطع نفسها. بعد ما بتنزل
كيم من الألعاب بتكون دايخة وبتقول لجون إنها كانت خايفة. بيقول لها أمال ركبتي ليه؟ فبتقول له علشان أنت اللي طلبت ده. فبيطلب منها تركب اللعبة اللي هي بتحبها وبتروح على لعبة الأحصنة، وبيستغرب جون منها وقد إيه هي مبسوطة وهي ركباها. وبعد ما بتنزل كيم بتشكر جون لأنها كانت عايزة تركب اللعبة دي من زمان، وبتعرفه إنها لما كانت صغيرة كانت بتيجي مع أهلها وكان نفسها تركبها، بس ما كانش بيبقى معاهم فلوس يقطعوا تذاكرها. وبيروحوا بعدها يتعشوا، وجون بيحكي لكيم إنه لما كان صغير ما كانتش طفولته سهلة لأنه كان طفل ذكي وعدى صفين وبقى مع أخوه في فصل واحد، بس الأطفال كانوا بيتنمروا عليه دايما. بس كيم بتقوله إن أكيد أخوه كان بيدافع عنه، بس هو بيقول لها إنه كان أسوأ من الكل لأنه كان بيضايقه هو كمان. بيروحوا بعدها يركبوا مركب لأنه كان من ضمن أحلام كيم، والألعاب النارية بتطلع وكيم بتفرح لما بتشوفها. بعدها بيلبسها الجاكيت بتاعه علشان كانت بردانة، وفي الطريق وهو بيوصلها بتشكره على اليوم وبتقوله إنه حقق كل أحلامها في يوم. فبيقول لها عارف، وبتفهم كيم إن جون اللي عمل كده وافتكرت ورقة الاستبيان، بس مش بتكون مصدقة نفسها إنه تنزل وعمل كده علشانها. وفي نهاية اليوم بيديها هدية على شكل بقرة زي ما هي بتحب، وبيجي علشان يقرب منها بس هي بتوقفه وبتقوله إنها هتطلع تنام. بتطلع كيم بيتها وهي مبسوطة وبتفتكر في اللي حصل طول اليوم. بتحلم كيم وهي نايمة بآخر مرة شافت أخوها فيها لما ودعها وقال لها إنه هيبقى يجي يشوفها تاني، وبيقول لها إن اسمه ليه ولازم تفضل فاكراه. بتصحى من النوم بعدها وبتلاقي إن الوقت اتأخر، بس بتكتشف إن جون سايب لها هدية مع الدبدوب ومأخدتش بالها منها غير الصبح. بتاخدها كيم معاها الشغل علشان تديها لجون لأنها ما طلبتش عقد، بس هو بيقول لها إنه حب يكون عند توقعاتها ولازم تعترف إنه مثالي. بتاخدها كيم وبتلبسها وهي فرحانة بيها، وبيكون جون مراقبها من بعيد وبتسمعها يونج بعدها وهي بتتكلم مع حد عن ميعاد مدبر، بس كيم بتقول لها يا ريت يبقى سر بينا. بس طبعا يونج بتقول ليانج اللي معروف عنها إنها مش بتسكت، ويونج بتروح بالقهوة لجون بس بيكون عايز كيم هي اللي تيجي، بس يونج بتقوله إنها طلعت في ميعاد مدبر من شوية. طبعا هو بيتضايق وبيروح لباركي يقوله اللي حصل. بتوصل كيم للمطعم اللي هتقابل فيه الشاب بس بيكون زحمة جدا، فبتقارن بينه وبين جون اللي كان حاجز لها المطعم كله، حتى إن كيم بتتلخبط وبتاخد من طبق الشاب اللي بيحرجها وبيقول لها إن ده طبقه، وبتفتكر كيم تاني اللي حصل في ميعادها مع جون وبتستغرب من نفسها. بيروحوا بعدها يشربوا قهوة بره وبيشوفوهم اتنين من زمايلها، فبيصوروهم وبيبعتوا الصورة لبارك اللي بيوريها لجون، وبيتضايق جون وبيقرر إنه يروح لها، فبيتفاجئ إنها بتربط للشاب الجرافتة بتاعته لأن دي حركة تلقائية عندها. بينادي عليها جون وهو متعصب وهي بتتخض منه وبتسأله إيه اللي جابك، فبيقول لها إن هي مقصرة في شغلها ومقضيها خروجات مع الشباب. بتحس كيم بتأنيب الضمير وبتوعد جون إنها تركز في شغلها بعد كده. بترجع كيم البيت وبتلاقي أختها جاية تسهر معاها، وبتحكي لها كيم على اللي حصل مع جون، بس هي بتحذرها منه لأنه أناني، بس كيم بتقول لها إنها عارفة إنه مستحيل يحبها لأن كل واحد منهم من طبقة مختلفة. تاني يوم بتوصل كيم الشغل وبتلاقي يونج معاها كتاب مور بيس الجديد، وبتقول لها إنها بتحب الكاتب ده جدا وبتسألها جابت الكتاب ده إزاي، فبتعرفها إنها اشترته من بره من خلال واحدة صاحبتها. بنشوف مور بيس وهو في الطيارة وراجع كوريا، وبيكون عارف إن المعجبين مستنيينه تحت، علشان كده بيدي الطاقية بتاعته البنت علشان يعرف يهرب من المعجبين. والمعجبين بيهجموا عليها بس بيكتشفوا إنها بنت مش الكاتب، وبيقدر مور بيس إنه يهرب من وراهم من غير ما حد يشوفه. بعدها بيتصل بوالدته وبتطلع إنها مامة جون، وبنعرف إن مور بيس هو أخو جون الكبير. نروح لجون اللي بيسأل كيم ويونج لو جاهزين للمنافسة مع الشركة المنافسة ليهم. بيقولوا له أيوة وبيجهزوا كويس، لأن جون قال لهم مش هيتنزل عن المركز الأول. بعدها بيسمعوا صوت جون وهو بيزعق، ولما كيم بتدخله بتلاقيه حالته وحشة، وده لأن كان في سلك مربوط قدامه وهو بيخاف من شكله. لكن يونج نسي التعليمات كيم ليها وثبته في المكان ده، وكيم بتغطي عليها وبتقول إن هي اللي نسيته، لكن جون بيكون عارف الحقيقة من رد فعل يونج وخوفها. بتروح كيم بعدها لجون بشاي علشان تهديه وتطمنه إن كل حاجة هتبقى كويسة، فبيقول لها إنها هتمشي يعني مفيش حاجة هتبقى بخير أبدا. فبتحس كيم إن جون محتاجها فعلا، مش عايز يمتلكها وخلاص. بيروحوا بعدها المسابقة وبيعلن جون بداية المنافسة، بتقدر كيم إنها تفوز بأول سباق وجون بيعجب بيها أكتر. بعدها بيجي شاب من شركتهم اسمه جونم، بيديها مية وبيعرفها إنه هيكون زميلها في السباق الجاي، بس جون لما بيشوفهم بيغير جدا عليها، وبنعرف إنه أشهر شاب في الشركة بعد جون طبعا، حتى إن يانج معجبة بيه ونفسها ياخد باله منها. وبتلاحظ كيم إن البنات كلها بتحبه وبتحاول تتقرب منه. بيبدأ السباق اللي بيكون عبارة عن إنهم بيربطوا رجلهم سوا، وبيكون جون مراقب اللي بيحصل ومتغاظ، وبيزيد غيظه لما جونم بيحط إيده على كتف كيم علشان يفوزوا. وفي الآخر الكل بيحييهم بعد ما بيحضنوا بعض احتفالا بالفوز، وبيقولوا لهم يتوعدوا، بس جون بيكون على آخره منهم لدرجة إنه قرر يلغي المسابقة السنة الجاية. جون وهو خارج بيقع
ورجله بتتجرح وبيلحقوا بارك. بيروحوا بعدها على الشركة وكيم بتقوله إنهم لازم يروحوا المستشفى، بس هو بيرفض وبيطلب منها ترجعه البيت وبيسند عليها. وكيم بتجيب له تلج علشان رجله وبتطلب منه يقلع الشراب بس مش بيرضى. لكن كيم بتنزل الشراب وبتتفاجئ إن في جرح في رجل جون شكله قديم، فبتتحرج وجون بينزل الشراب وهي بتحط له التلج، بس بتفضل تسأل نفسها إزاي الجرح ده حصل له. بيسألها جون بعدها لو استمتعت بالسباق، فبتقوله أيوة مدام فوزنا، بس هو بيقول لها كان ممكن تفوز من غير ما تقرب من جونم، بس هي بتعرفه إنه قال لها إنه هو يا إما يفوزوا يا إما يموتوا. فبيقولها طيب لو أنا قربت منك هتمنعي؟ فبتقوله مدام للشغل ما عنديش مشكلة. فبيشدها جون عليه وهي بتتحرج منه جدا وبتستغرب من اللي عمله. بتروح بعدها على المطبخ علشان تجيب تلج تاني وتهرب من الإحراج ده، بس لما بترجع بتلاقي جون نام وبتفضل قاعدة جنبه تتفرج عليه، وبيظهر إنها بدأت تعجب بيه وبتكون مستغربة من نفسها لأن هي قالت قبل كده إنه مش نوعها المفضل. بتلاحظ بعدها إن جون بيحلم بكابوس، وبنشوف إن جون بيحلم بنفس الحلم بتاع كل يوم اللي بيشوف فيه ست شكلها غريب وبتاخده من البيت وهو بيصرخ وبيطلب المساعدة. بس لما كيم بتلاحظ ده بتصحيه بسرعة، وبعدها بتروح تجيب له حاجة تهديه وبتسأله لو متعود يشوف كوابيس في النوم، بس مش بيرد عليها. بعدها بيطلب منها تنام الليلة معاه، بس هي بتفهمه غلط، لكنه بيفهمها إنه عايزها تنام على الكنبة اللي وراه زي ما كانت بتعمل لما بتتأخر في الشغل، وبيقول لها شكلك فهمتي حاجة تانية بس معلش خيبت ظنك. بيجي بعدها تليفون لجون وبيظهر إنه اتضايق منه لأنه بيطلب من كيم إنها تمشي وإنه خلاص بقى كويس. بتمشي كيم وهي محرجة من الموقف ومن التفكير اللي جه في راسها. بتكون كيم سرحانة وهي ماشية فبتخبط في أخو جون وبتعتذر له، أما هو بينزل يربط لها رباط الجزمة علشان ما تتكعبلش فيه مرة تانية. كيم بتعجب بيه لأنه حساس عكس واحد صاحبنا. بيوصل موربيس لأخوه وبيقوله أنا جاي أقعد معاك ومستعد أسامحك على اللي أنت عملته، بس جون بيقوله إنه عايز ينام وبيطلب منه يمشي، والظاهر كده إن في مشكلة بينهم. كيم بترجع البيت وبتغير لبسها بس بيقع من جيبها السلك، وبتفتكر أول مرة شافت جون خايف منهم، ويوم هنبه عليها إن دي أكتر حاجة بيخاف منها زي ما هي بتخاف من العناكب. بتروح كيم تغسل رجلها وبتشوف أثر الحبل على رجلها لما ربطته جامد، فافتكرت الأثر اللي على رجل جون وشكت إن يكون وراه حادثة. وتاني يوم بتاخد القهوة توديها لجون، بس بتتفاجئ إن المكتب كله قلقان، فبتسأل كيم إيه اللي حصل، وبتعرف إن معرض الشركة المنافسة هيفتح قبلهم. في اللحظة دي بيوصل جون اللي بيقرر يفتح معرضهم قبل الشركة دي، يعني كمان أيام، بس المشكلة إن المدة قصيرة على الترتيبات المطلوبة، لكن كيم بتطمن جون إنها هتتصرف. بيبدأ الكل شغله وبيبدأوا يعملوا اتصالاتهم علشان يجهزوا للمعرض، وجون بيخرج مع كيم علشان يزور الأماكن اللي هيفتح فيها المعرض، بس بيكون في مشكلة في المكتبة إن مش كل الأفلام أخدوا ملكيتهم، فبتقوله كيم يشتغل بالموجود على بال ما الباقي يوصل. بيروحوا بعدها يشوفوا المكتبة بس النور بيقطع عليهم، وبيضطروا إنهم يستنوا لحد ما يصلحوها مع بعض، بس بيكونوا محرجين جدا ومتوترين، وجون بيقول لها خلينا نمشي. كيم وهم خارجين بتمسك إيد جون علشان تنور له الطريق وما يقعش، وبيفرح جون وبيفضل متبت فيها لحد ما بيخرجوا من المكان. بتروح كيم بعدها تسهر مع أختها وصاحبتها وهم بيتعشوا، لكن كيم بتكون مشغولة بحفل الافتتاح اللي طلبه جون، بس بيل أختها بتقول لها إنها تستقيل قبل الحدث ده، يعني مش لازم تشغل بالها، لكن كيم بتقول لها إن جون محتاج لها علشان كده هتستنى شوية. بتشك أختها إنها بدأت تعجب بيه وبتواجهها بده، بس كيم بتنكر وبتخرج وتسيبهم. بس في طريقها بتلاقي عنكبوت وأختها بتساعدها علشان تعدي. كيم بتسأل أختها لو الفوبيا ليها علاج، فبتقول لها أيوة لو واجهتي خوفك أكتر من مرة، وبتسألها لو حابة تبدأ علاج لحالتها، بس بتقول لها إنها مش بتسأل لها. تاني يوم في الشغل بنشوف كيم ويونج قاعدين مع بعض بيتكلموا مع بعض عن موربيس وإنه نزل كوريا قريب، بس كالعادة محدش شافه ولا عرف شكله. بتيجي فكرة لكيم إنها تخلي موربيس هو اللي يجي حفل الافتتاح بتاعهم، وبتروح لجون علشان تعرفه إنها خلاص هتستضيف كاتب في الحفلة، بس مش بتقوله مين، وبتعرفه إنها هتبقى مفاجأة بس هيكون مشهور علشان الناس تيجي على شركتهم بسببه. بيتصل بعدها موري بجون وبيقوله إنه جاي له الشركة يزوره. بيتحول جون بعدها وبيطلب من كيم حاجات كتير تجيبها وبيقول لها تأخري براحتك. بتنزل كيم جري علشان تجيب له الطلبات، وبيدخل موري اللي هو نفسه موربيس أخو جون للشركة، بس كالعادة جون بيقابله بطريقة وحشة وبيمشي وهو زعلان، لكنه بيقابل كيم مرة تانية وبيطلب منها رقمها اللي بتديهوله غلط علشان تخلص منه لأنها ما تعرفش إنه هو موربيس. بتوصل لجون بالأكل اللي بتلاقيه زعلان وبيقول لها إنه مش عايزه خلاص، وهي بتستغرب من تحوله السريع بين الغضب واللين وما بقتش فهماه. بنشوف سيرة وهي ماشية مع يونج وبتقول لها إن جونم هو فتى أحلامها، وبيظهر إنها عارفة عنه كل حاجة، وبتقول لها إنه من عيلة غنية ومش بيلبس غير لون واحد من البدل، بس يونج بتلاحظ إن بدلته متوسخة من مكان معين. وآخر اليوم جون بيعزم كيم على العشاء، بس هي بتقوله إنها مشغولة فبيمشي وهو محرج. بعدها بتروح كيم لبنت معروف عنها مطاردة المشاهير، وبتقدر تاخد الإيميل بتاع مور
بيس، ولما بترجع البيت بتبعت له رسالة دعوة لحفل الافتتاح وموقعة باسمها، وتاني يوم كان بتبلغ جون انها حددت ميعاد مع الكاتب وقريب هيرد عليها يأكد الميعاد. بتنزل كيم تحت وبتلاقي والدة جون مستنياها ومعاها هدية ليها، وبتسألها لو جون فاضي النهاردة علشان عايزاه يتعشى معاهم، فبتعرفها انه فاضي بالليل، بس والدة جون لما بتروح له بيرفض عزومة العشاء، فبتخرج لكيم وبتسيب شنطتها عندها علشان جون يرجعها بنفسه، وفعلا بيعمل كده وبيتدبس في العشاء مع اخوه. بيعدي العشاء والقعدة بتكون متوترة بين الاخوات، حتى ان موري لما بيحاول يتكلم مع جون بيرفض وبيتخانقوا سوا، وبيظهر كده ان في حاجة حصلت لجون وكان السبب فيها موري ولسه مأثر عليه. بيدخل باباهم ومامتهم عليهم وبيترجوهم يبطلوا خناق سوا. بيروح موري اوضته وبيشوف رسالة كيم ليه، وبيقبل عرضها علشان يغيظ اخوه، خصوصا انه عرف بحبه ليها. اما جون بيطلع على بيت كيم وبيشوفها وهي راجعة من بره، بس بتكون مركزة في التليفون لدرجة انها مش بتشوفه. بيوقفها جون وهي بتتخض منه وبتسأله ايه اللي جابه، لانه المفروض كان مروح، فبيقول لها انه لسه جاي من بيتهم وبيطلب منها يقعد معاها، بس هي بتلاحظ الضربة اللي في وشه وبتاخده على بيتها علشان تطهر له الجرح، بس بتلاقي ان البيت متكركب فبتوقفه بره على بال ما تخلص تنظيمه، بس بتشيل لبسها الخاص تحت الدبدوب اللي كان جابه لها وبتدخله بعدها البيت وبتقول له معلش البيت قديم شويه، فبيقول لها بكل تعالي اه واضح عليه الكبر هيقتلك. كيم بتطهر له الجرح وبتساله من ايه ده، فبيقول لها وانت مالك. بتتحرك كيم منه وبتقول له هحضر لك اكل علشان تدفيك. هو في الوقت ده قاعد يتفرج على كتابها وكان لسه هيشيل الدب، كيم بتلحقه وبيحصل تاتش. فجاه جون بيقول لها انه هيحبها لحد اخر العمر، وهي طبعا بتتصدم من كلامه، بس بيلحق نفسه وبيقول لها ان ده اللي مكتوب في كتابها المفضل. بتجري بعدها كيم تحضر له الاكل وبتنادي عليه علشان ياكله، بس هو بيقول لها انا هاكله علشان خاطرك انتي لاني مش متعود اكل النوع ده من الاكل، وهي بتقول له شكرا لتواضعك الصراحه. والغريب ان جون بيعجبه الاكل كانه اول مره ياكل، لدرجه انه بيخلص الطبق كله بسرعه. وكيم بتقول له امال لو ما كانش عاجبك كنت هتعمل ايه. بيشكرها جون بعدها على الاكل وعلى السهره الحلوه، وبيقول لها ان دي اول مره كانت تطبخ له بس كان طعمه جميل، حتى ان كيم بتفرح لان اول مره شاب يدخل بيتها. بيخبط الباب بعدها وبتكون كيم فاكراه جون رجع تاني، بس بتلاقيها اختها وجايبه معاها اكل ليهم الاتنين، بس لما بتلاقي اطباق الاكل بتسالها مين اللي كان هنا، فبتقول لها انه جون وكان في مشكله وقعد يتعشى معاها ومشي. بتضربها اختها لانها دخلت راجل غريب البيت. اما جون بيروح لبارك المستشار العاطفي بتاعه وبيقول له اللي حصل، فبارك بيقول له ما دام عزمتك على العشاء يبقى بتحبك. نرجع لكيم اللي اختها بتفهمها ان جون بيلعب بيها وانه مستحيل يحبها، فبتسالها كيم ليه يعني، فبتعرفها بيل انهم من عالمين مختلفين، يعني مستحيل جون يحبها لانه راجل غني جدا اما هي بنت فقيره. بتتضايق كيم لانها حست بالفرق اللي بينها وبين جون. وتاني يوم كيم بتلاقي جون مستنيها قدام البيت، وكمان هو اللي بيسوق وبيكون جنتل معاها جدا لدرجه انها بتستغرب. كمان بتلاقيه جايب لها فطار معاه من النوع اللي بتحبه، وبيصمم انها تفطر قدامه علشان يتاكد انها مش هتفوت فطارها زي كل مره. بيوصلوا الشركه وبييجوا يركبوا الاسانسير، جون بيخلي كيم هي اللي تطلع الاول، وهي مستغربه اللي بيحصل وبتسال نفسها الادب ده كله نزل عليه امتى. طبعا كل ده جون بيتبع تعليمات بارك ليه علشان يوقعها في حبه، حتى انه بيتنازل وبيقف جنب كيم بعد ما كان بيقف قدامها. كمان لاول مره في حياته يحيي الموظفين بتوعه وهم بيستغربوا منه. بيدخل جون المكتب وهو فخور بنفسه وعلى اللي عمله. بتدخل بعدها كيم علشان تطهر له جرحه، وبعد ما بتخلص بتديه ورق المشاريع اللي هيمديها، بس الورق بيجرح صباعها. جون بيتخض عليها وبيقول لها بعد كده انت ما تمسكيش ورق جون تاني، لدرجه ان كيم مش بتبقى مصدقه اللي بيحصل وبتتلخبط وهي بتعمل الشاي. في بيت جون بنشوف والدته وهي قاعده زعلانه بسبب اولادها، بس لما جوزها بيشوفها بيروح لموري وبيقول له يبطل يضايق اخوه لان والدته زعلانه بسببهم، وبيعرف موري ان اي ضغط على جون شغلهم هيبوظ والشركه هتقع. بنشوف بعدها موري وهو رايح الشركه لكيم اللي بتفكر انه بيراقبها، بس هو بيعرفها ان هي اللي طلبت تقابله لما كانت عنده في معرض الكتاب، فبتعرف ان ده موربيس وبتفرح انها قابلته شخصيا. بيطلعوا بعدها سوا على مطعم يتغدوا ويتكلموا فيه، وبيلاحظ ان كيم بتتحسس من الورد فبيطلب من الويتر يشيلها. بتساله كيم لو قرا رسالتها وبتطلب منه يوافق على طلبها. اما جون بيكون مع بارك اللي بيساله ايه اخر تطورات قصه حب صاحبه، فبيقول له ان الموضوع ماشي عادي، بس بارك بينصحه يقول لصاحبه يعترف بحبه قبل الاوان ما يفوت. كيم في الوقت ده خلصت مع موري ووافق على حضور الحفله، وكمان اديته تليفونها الحقيقي علشان يتصل بيها. جون بيكون قاعد في الشركه وبيفكر في كلام بارك، وبيقرر انه يعترف بحبه لكيم، بس عايز مكان كويس يعترف لها فيه بحبه. وبيخرج يسال كل الموظفين على مطعم كويس، بس ولا واحد فيهم بيقترح مكان كويس، فبيرجع مكتبه وبيدور بنفسه على مطعم كويس يليق بكيم. بنشوف بعدها جونم وهو بيسلم ملفات ليونج، اللي بتلاحظ للمره التانيه ان جونم ما عندوش غير بدله واحده بسبب ان لسه نفس حبه الرز
على البدلة ما شلهاش، وبتثبت لسيرة ان كلامها مظبوط. ولما بيتكلموا قدام كيم على الموضوع ده بتقول لهم ان مش عيب الانسان يكون عنده طقم واحد، بس اهم حاجة يكون شاطر في شغله. بتروح بعدها كيم لجون اللي بيقول لها انه عازمها على العشاء بالليل. بتفرح كيم وبتروح تنقي طقم علشان تروح تقابله بيه، بس قبل ما تروح له بتروح تقابل موري اللي اتصل بيها علشان تقابله ويقول لها رأيه في الحفلة، بس جون بيشوفهم سوا وبيخرج يزعق معاهم الاتنين، وبياخد كيم وبيدخل. فكيم بتسأله ايه اللي حصل، وبتعرفه ان موري هو الكاتب اللي هيفتتح الحفلة، بس هو بيرفض ان ده بالذات يكون في الحفلة، ومش بيرضى يشرح لكيم هو اخد القرار ده ليه. علشان كده بتزعل وبترجع بيتها تاني مكسورة بسبب كلام جون. اما جون بيرجع البيت وبيتخانق مع اخوه اللي بيقوله انا حذرتك، بس موري بيقوله انا وافقت لما كيم ترجتني علشان المجموعة. بيحاول جون انه يتصل على كيم علشان يصالحها بس مش بترد عليه. بس تاني يوم كيم بتعرف ان جون وافق ان موري هو يكون ضيف الشرف بتاعهم، فبتروح تسأل جون ليه وافق رغم انه كان رافض تماما الموضوع امبارح، بس هي بتقوله ما يجاوبش عليها لانها عارفة مكانتها ومش هتتدخل في اللي ملهاش فيه، بس بتطلب منه يبطل يلعب بمشاعرها لانها فكرت انه بيحبها. بيحاول جون بعدها انه يتكلم مع كيم بس هي بتطنشه، لحد ما بتعرف من المدير جونج ان موربيس هو اخو جون الكبير. بتفهم كيم ليه جون رفضه في الاول، وبتفتكر ان جون كان بيكره اخوه لانه كان بيتنمر عليه، وبتحاول هي بقى اللي تروح تكلمه وتتأسف له على طريقتها معاه، بس بتتفاجئ ان هو اللي بيتأسف لها وهي بتسامحه وبتتأسف له لانها اتسرعت في الحكم عليه. ومن هنا بينتهي الجزء الاول من المسلسل، فما تنساش تشترك علشان يوصلك بقية الاجزاء اللي جايه.